معاليك، عندما نتحدث عن فلسطين نتحدث عن القضية الفلسطينية، وهي قضية مشتركة ومحور بين الدول بموقفهم تجاه هذه القضية، سواء كان من الأردن، من العراق، من مصر. يعني عندما نتحدث عن هذه القضية أو تجاه العلاقات المشتركة وتنسيق المواقف ما بين الدول، بين مصر والعراق وفلسطين وغيرها، نخص الآن مصر وفلسطين، حدثنا ماذا حصل وما هي المخرجات ما بعد 30 يونيو؟ هو طبعا بداية القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري، وقبل أن تكون قضية الشعب الفلسطيني هي قضية الشعب المصري. ده تاريخيا الوضع لم يتغير حتى اليوم ولن يتغير، وبالتالي من ثوابت السياسة الخارجية المصرية هو تأييد والوقوف إلى جانب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودوت بيجسده التزام مصر بحل الدولتين. ثورة 30 يونيو أعادت الأمور إلى طبيعتها، إن الدولة المصرية، الدولة الوطنية المصرية بتتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق وطني ومن منطلق قومي. ثانيا، مصر لما بتتحرك في مجال القضية الفلسطينية بتتحرك بالتعاون والتنسيق مع الأردن، ورأينا وتابعنا خلال السنوات القليلة الماضية التنسيق على أعلى مستوى بين صحيح. القاهرة وعمان، ثم مع دول المشرق من بينها العراق.